السلام عليكم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في قناتكم مدرسة الحياة ليكول دو لا في، ومرحبا بكم في هذا الدرس وهو الدرس الأول من برنامج التعلم والتحدث باللغة الفرنسية في فرنسا وكندا وبلجيكا وسويسرا، أي سنتعلم ببرنامج تعلم به العديد من المدارس في هذه الدول، برنامج شامل وكامل للتعلم والتحدث باللغة الفرنسية بطريقة سهلة وبسيطة جدا. سأحاول أن أبسط البرنامج المقسم إلى عدة دروس متتابعة. يمكنكم أن تتعلموا أنتم وأبناؤكم، يمكن الجميع أن يتعلم سواء في ديار المهجر أو في الدول العربية. إذن تابعوا معي جيدا وأعدكم أنكم ستتعلمون وستتكلمون باللغة الفرنسية. يجب فقط أن تشاهدوا درس بالتتابع وأن تنتبهوا للنطق الجيد وأن تنطقوا معي وتعيدوا مشاهدة الدرس عدة مرات لكي تستوعبوه. ستكون هذه القائمة غنية جدا، فتابعونا وإن شاء الله سنصل إلى نتائج مرضية. إذن على بركة الله نبدأ الدرس الأول من هذا البرنامج الجديد. بسم الله. إذن سنبدأ بتعلم بعض العبارات التي تستعمل في الربط بين الجمل والأفكار، مثلا مثل ما، لكن. إذا أردنا أن نقول لكن باللغة الفرنسية نقول ما. Ensuite، ثم. Ensuite نقول ensuite 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 ensuite. Or غير أن. إذا أردنا قول غير أن نقول or or. Donc تعني إذن. Donc. Alors que بينما. Alors que. Parce que لأن. لأن تعني بالفرنسية parce que depuis que منذ أن نقولها باللغة الفرنسية depuis que avant que قبل أن بالفرنسية نقول avant que peut-être ممكن peut-être ممكن peut-être pourtant على الرغم pourtant. Pourtant.
grâce à, بفضل grâce à. حاولوا إعادة معي والنطق جيدا. grâce à تعني بفضل. grâce à. Dans le but de لأجل أو لكي. إذا أردت أن أعبر باللغة الفرنسية عن لأجل أو لكي أقول dans le but de. 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 C'est-à-dire, يعني. كلمة يعني نقولها بالفرنسية. C'est-à-dire. 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 En somme, عموما. عموما تعني بالفرنسية. En somme. En somme. En somme. Finalement. أخيراً. Finalement. Finalement. OK, لما نطقها بسرعة تنطق finalement. 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 Bref, باختصار. لكي نعبر عن كلمة باختصار باللغة الفرنسية يمكن أن نقول بغف. 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 De peur que تعني خوفا من. خوفا من. De peur que. De peur que. De peur que. De peur que. Sans doute. بدون شك أو بدون أي شك. بدون أي شك نقول sans aucun doute. sans doute تعني بدون شك. sans doute. sans doute. ou sans doute. sans doute. sans doute. أنا أحاول النطق بطريقة واضحة لكي تتعلموا النطق الصحيح فحاولوا إعادة النطق معي. mais encore. لكن أيضا. mais encore. نربط بين الكلمتين فنقول mais encore. mais encore. mais encore. Mais encore. Mais encore. En plus. زيادة على أو علاوة على. En plus. En plus. En plus. En outre. ضف إلى ذلك أو تعني أيضا من ناحية أخرى. لأن إذا أردنا أن نقول ضف إلى ذلك بالفرنسية نقول en outre. وإذا أردنا أن نقول من ناحية أخرى نقول أيضا en outre. en outre. ou en outre. نقوم بالربط بين الكلمتين la liaison. نسميها بالفرنسية la liaison الربط. إذن تصبح
En outre, en outre. D'une part, d'autre part, تعني من جهة أخرى. D'autre part. Ça dépend du. تعني هذا يعتمد على. هذا يعتمد على. Ça dépend du. 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 Malgré, تعني رغم. Malgré, رغم. Malgré, 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 malgré. Plus tard, ou ultérieurement, الكلمتان تعنيان في وقت لاحق. في وقت لاحق. إذا أردت أن أقول في وقت لاحق باللغة الفرنسية يمكن أن أستعمل العبارة plus tard. Plus tard. العبارة الأولى plus tard. Plus tard. أو العبارة الثانية ultérieurement. سأنطقها ببطء. Ultérieurement. 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 إذن في وقت لاحق يمكن أن أعبر عنها باللغة الفرنسية ب plus tard أو ultérieurement. Justement. بالضبط. Justement. 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 Également, aidan. Également, aidan. Même si, تعني حتى لو. Même si, même si. Quand même, مع ذلك. Quand même. Quand même. Quand même. Pourtant, برغم, pourtant, ou, pourtant, 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 quoi que ce soit, مهما كان, نقول, quoi que ce soit, 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 quoi que ce soit. Quelconque, تعني أيًا كان, أيًا كان, هي quelconque, quelconque, quelconque. Franchement, بصراحة, franchement, 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 franchement,
فرانشمان تعني بصراحة. sincèrement تعني بصدق. sincèrement 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 sincèrement. إذا نتابع هذا البرنامج في الدروس القادمة إن شاء الله، حيث سنحاول استعمال هذه الكلمات التي تعلمناها اليوم وإدخالها في جمل، وكذلك تعلم عبارات أخرى ستمكنكم من التعلم والتحدث باللغة الفرنسية إن شاء الله. أستودعكم الله وإلى اللقاء.